تحلمش منه. بسم الله والابن والروح القدس من تمام المقت الان وكل عنده الدهور كلها امين. هنقرا بعض ايات من سفر الخروج لمعلمنا موسى الناب بركاته على جميعنا امين. وذهب رجل من بيت لاوي واخذ بنت لاوي فحبلت المراه وولدت ابنا، ولما راته انه حسن خباته 3 اشهر، ولما لم يمكنها ان تخبئه بعد اخذت له سفتا من البرد وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها مشيات على جانب النهر، فرأت الزفت بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد إذ هو صبي يبكي، فرقت له وقالت وهذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات وترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى، وقالت إني انتشلت من الماء. مجد للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أن تهده. كل سنة طيبين. يوم الخميس الجاي هيبقى عيد إيه؟ الصعود ولا 50؟ متأكدين؟ طب 50 امتى؟ بعد 10 ايام. منين؟ من الصعود، صح كده؟ لا انتم مذاكرين يعني. طب هو اسمه عيد 50 ولا اسمه عيد ايه؟ عيد العنصرة، ها؟ وعيد حلول الروح القدس. يبقى عيد 50 عيد حلول الروح القدس، عيد العنصرة ايه تاني؟ عيد الجمع، مش كده؟ وعيد داني، ايوه في واحده قالت اسم يوناني كده، عيد البنتكوستي. برافو عليك جدعه. 5 اسماء ممكن انتوا بقى تروحوا تعرفوا ايه الاسماء دي كلها، كل اسم بيرمز لايه وايه الهدف منه. انا مش هتكلم عن عيد الصعود عشان من بعد العيد هنلاقوا ايه الكنيسه كلها هتتكلم عن عيد الصعود. انا بس باخد بركة النهاردة معلمنا موسى النبي من شخصيات الكتاب المقدس ومن العهد القديم. اول حاجة معلمنا موسى النبي ليه كم اسم او بيصف بكم اسم؟ كليم ايوه صح برافو، كليم الله، وايه تاني؟ ورئيس الانبياء بارشي بروفيتيس. يعني اول اسم او صفة، اول صفة لاسم معلمنا موسى النبي رئيس الانبياء، لان ده يعتبر ايه؟ اول انبياء العهد القديم، فهو يعتبر رئيس الانبياء. ده رقم 1. رقم 2 كليم الله، لانه كان بيكلم ربنا. طب ما ابونا ابراهيم كان بيكلم ربنا، واسحاق كان ربنا بيكلمه، ويعقوب كان ربنا بيكلمه، بس كلمة كليم الله فيها نوع من التميز شوية، ان ربنا لما كان بيكلم هارون
وبيتكلم الشعب قال ايه؟ ان كان احد فيكم اتكلم به اتكلم معه بالحلم، في الحلم اتكلم معه، لكن ليس كعبدي موسى اتكلم معه فمن لأذن. وشبه الرب ايه؟ يعاين. كلمة شبه الرب يعني ايه؟ ها، في ظهور كده مختلف يقدر يشوفه معلمنا موسى النبي من الله، يقدر يتكلم ايه؟ يتكلم معاه. عشان كده بيسموه كليم الله. ممكن انتوا في البيت بقى تقولوا ايه، تطلعوا من الكتاب المقدس من 5 أصفار بيقول ايه؟ وقال الرب لموسى. وقال الرب، تشوفها كم مرة اتكررت دي، عدوها بقى دي. عشان كده بيسموه ايه؟ ها، كليم الله. يبقى اول حاجة رئيس الانبياء، تاني حاجة ها كليم الله. اذا كان معلمنا موسى النبي رئيس الانبياء، فالمسيح المجد هو النبوة نفسها، النبوة بتاعت الكتاب المقدس. المسيح له المجد بيقول لك روح النبوة. يعني معلمنا موسى النبي بيتكلم او بيتنبأ عن الله، الكلام اللي عايز يقوله ربنا لينا بناخده منين؟ من الانبياء. المسيح له المجد هو يعتبر ايه؟ ها، روح النبوة، روح الكتاب المقدس هو المسيح له المجد. طب واذا كان معلمنا موسى كليم الله، مسيح له المجد يبقى ايه؟ ها، كلمة الله. في فرق بين يبقى كليم الله ها وكلمة الله. في البدء كان الكلمة ها، والكلمة كان ها عند الله، كان عند الله منذ ايه؟ منذ الازل. يبقى معلمنا موسى النبي كليم الله، رئيس الانبياء، المسيح له المجد، روح النبوة بتاع الكتاب المقدس، والمسيح له المجد هو كلمة ايه؟ كلمة الله. معلمنا موسى النبي يسموه، معنى اسمه المنتشل من الماء، متاخد منين؟ من المية، زي ما خدته ابنة فرعون، مش كده؟ والمسيح له المجد امتى ظهر للعالم؟ لما انتشل منين؟ وفيما لما صعد من الماء ها، سمع صوت من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. فده منتشل من الماء، والمسيح صعد منين؟ من الماء. معلمنا موسى النبي كان شكله جميل جدا وهو طفل صغير كده، كان شكله جميل، وطبيعة العبرانيين اساسا شكلهم حلو. عارفين ليه؟ ده شعب ايه؟ شعب العبراني شعب ايه؟ لا مش عشان هو بس، شعب السامي، من نسل سام ابن نوح. نوح جاب كم ولد؟ مين هما؟ سام وحام ويافس. سام اللي هو جه منه مين؟ شعب الاسرائيلي اللي جه منه السيد المسيح له المجد. فمعلمنا موسى النبي كان شكله جميل جدا، للي بالكو. طب والمسيح له المجد ابرع جمالا من كل بني بني البشر. هقول لكم على حاجة تانية بس رجعت لها وافتكرتها دلوقتي. لما بنقول على معلمنا موسى النبي رئيس الانبياء، يعني معروف من وسط ايه؟ الانبياء. المسيح له المجد بيقول ايه؟ معلم بين ربوة. الربوة كام؟ والمسيح له المجد معروف من وسط كام؟ 10,000. معلم يعني مميز عن كام؟ ها، عن 10,000 ربوة. 10,000 ربوة، ودي اللي بالكم. دي حاجة. الحاجة التانية، يبقى معلمنا موسى النبي كان جميل، مسيح له المجد ابرع جمال من بني البشر. معلمنا موسى النبي اتعلم بكل حكمة المصريين، باعتبار انه ايه؟ انه وزير. ما هو يعتبر ابن الشكل الخارجي ابنة فرعون، يعني يعتبر من ضمن الايه؟ البيت، المملكة، امير من ضمن الامراء. فكان متعلم، وكتاب شهد عنه ها ان هو تهذب
بكل حكمة مصريين. والمسيح له المجد هو يعتبر ايه؟ حكمة الله. المسيح له المجد هو ايه؟ ها، حكمة الله، هو الحكمة نفسها. المسيح له المجد هو الحكمة، يقول لك رأس الحكمة مخافة الله. معلمنا موسى النبي يعرف معرفة كتير في الحساب والعلوم الكيميائية، لأن كان فن التحنيط موجود أيامهم. المسيح له المجد يقول المزخر فيه جميع كنوز المعرفة والحكمة، ويقول عن المسيح كان ينمو في النعمة والقامة أمام الله والناس. حاجة تانية، معلمنا موسى النبي كان صاحب سلطان، كان صاحب سلطان وكان عنده إيمان قوي جدا بربنا. يعني معلمنا موسى النبي ما جاش مرة من المرات وتهز إيمانه بربنا أو شك في الرسالة بتاعته، رغم أن بني إسرائيل اتزمروا عليه كتير جدا جدا جدا. انت عارفين تزمرات بني إسرائيل على موسى كم مرة؟ بس مش على موسى، وكان على ربنا، بس كان موسى بياخد من الحب جانب. يعني عارفين كم مرة؟ لا ده كتير، ما يقرب تقريبا من 16 مرة، ده على الاقل اللي لم يقدر ذكر في الكتاب المقدس، بيقولوا 16. ودي البلوك موجود منهم جزء في سفر الخروج، وموجود منهم جزء في سفر ايه؟ العدد. 16 تذمر بني اسرائيل اتذمروا بيهم على معلمنا موسى النبي. من ضمن التذمرات، اول معلمنا موسى النبي ما راح يكلم بني اسرائيل ويقول لهم ربنا ظهر لي ويلا عشان نكلم فرعون، فرعون ادهم بما فيه الكفاية من الكلام وزود عليهم ايه؟ التعب. راحوا عملوا ايه مع موسى؟ شدوا على موسى وتذمروا عليه وقالوا له يا ريتنا ما كنا سمعنا كلامك، احنا مشينا وراك، وفي الاخر ايه؟ التعب زاد علينا اكتر واكتر. كان ممكن معلمنا موسى النبي يعمل ايه؟ يرجع بقى ويشك في كلام ربنا ويسندت ربنا ليه، لكن ما تهزش ايمان معلمنا موسى النبي ولا مرة. حتى في الوقت اللي جم يعدوا فيه البحر الاحمر، ها، موسى كلم ربنا وربنا كلمه، فراح مكلم الشعب قال لهم انظروا اصمتوا وانظروا خلاص الرب يدافع عنكم وانتم صامتون. ده معلمنا موسى النبي. مسيح له المجد كان في تذمرات كتير جدا 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 من الكتب والفريسين على المسيح له المجد، والتلاميذ برضو مرة شكوا في إرسالية المسيح. عارفين امتى التلاميذ شكوا ورجعوا من وراء المسيح؟ غير الاثناشر، دول الاثناشر دول من ضمن الناس. لما جه المسيح قال لهم ايه؟ ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دم ليس لكم حياة. قالوا له ازاي ده نقدر ناكل جسده؟ لا لا. فبيقول فكثيرين ها رجعوا من وراه. فالمسيح بص للتلاميذ قال لهم اتريدون انتم ايضا ان تمضوا؟ عايزين تمشوا؟ انا ثابت في الكلام بتاع اللي انا بقوله، لازم تاكلوا جسد ابن ايه؟ ابن الانسان. فالقديس بطرس الرسول قال له ايه؟ الى من نذهب يا رب وكلام الحياه الابديه عندك. انت كلام الحياة الابدية. صحيح احنا مش فاهمين، لكن هنفهم بعدين، هتشرح لنا بعدين. احنا متعودين ان انت كل ما تقول امثال يجي الوقت المناسب تقعد معانا ها وتشرح لنا الامثال، زي خرج الزارع ليزرع تقول لنا عن المثل. فزي معلمنا موسى النبي كان عنده ايمان قوي بربنا وبالرسالة اللي ربنا بعته بيها، برضو المسيح له المجد ها ما تهزش، رغم الكتب والفريسيين اتذمروا عليه واخواته برضو اتذمروا عليه في مره.
قالوا ده مختل العقل، نمشي وراه زي مختل العقل. فكان في ناس من الأقارب برضو بيشكوا وبيسكتوا، مش قادرين يتكلموا أو يدافعوا عن السيد المسيح له المجد. حاجة تانية بين معلمنا موسى النبي والسيد المسيح له المجد، يقول معلمنا موسى النبي رغم انه هو كان شديد وصاحب سلطان في تنفيذ كلمة ربنا، الا انه كان عنده طولة البال، طويل البال. يقول لك اما موسى فكان حليما جدا اكثر من جميع الناس من بني البشر. معلمنا موسى النبي كان حليم جدا جدا جدا، كان عنده طولة بال، ولما كان يتعب يكلم ربنا ويقول له ايه، هو انا اللي حملت هذا الشعب، انت حملتني شعب وانا مش قادر على المسؤولية دي كلها. بس كان بيطول باله وكان بيحب الشعب، لدرجة جه في مرة ربنا قال له ايه، ابعد عن الشعب ده وانا هجعلك امة عظيمة. قال له لا ينفعش، اغفر لهذا الشعب والا فامح اسمي من كتابك الذي كتبت. ده معلمنا موسى النبي كان بيعمل كده. طب والسيد المسيح له المجد كان عنده ايه؟ ها، طول انا اكتر من معلمنا موسى النبي، كان عنده طولة البال ان هو كان بيحتمل الناس في تذمراتهم، يحتمل الناس في خطاياهم، يحتمل الناس في المناقشات الغبية اللي هم يقعدوا يتحاوروا بها على المسيح له المجد عشان يستدوا بكلمة، وكان يبقى يطول ايه، يطول باله. كان يشوف الكتب والفريسيين بيلفوا ويدوروا عليه، عارفين كلمة بيلف ويدور حواليه، يعني زي جم في مرة قالوا له ايه، ايجوز ان نعد جزية لقيصر ولا لا؟ انتوا عارفين بقى عايزين يعملوا فيه ايه؟ ها؟ عايزين يوقعوه، يوقعوا المسيح. لو قال لا يبقى ضد ايه؟ يبقى ضد قيصر، ولو قال اه ند قيصر يبقى انت مش ايه؟ مش عبراني او مش اسرائيلي، ضد كان شعب الله. هو قال لهم اعطوني ايه؟ اعطوني بدينار، لمن السورة ولمن الكتابة؟ قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. مش بس كده، ده يورينا ان المسيح كان عنده طولة بال في حتة ان هم بيوقعوه في الوصايا. لما جابوا له المرأة التي امزكت في ذات الفعل في الخطية، لو ما حكمش عليها يبقى ضد ايه؟ ضد الناموس، صح ولا لا؟ لان الناموس بيقول اللي تغلط زي كده تترجع، ولما ترجمتش يبقى كاسل الناموس. طيب ولما رجمهاش واتعطف عليها برضه هيوقعوه، يقولوا انت بتشجع على ايه؟ على الخطايا، يبقى انت ايه؟ يا كده يا كده. كانت النتيجه قال لهم ايه؟ المسيح بحكمته راح كتب على الارض. الاباء فسروا قالوا ان هو كان بيكتب ايه؟ مش الخطايا، البعض بيقول ان هو كان بيكتب الخطايا، لكن البعض قال ان هو كان بيكتب الوصايا العشر. ان الوصايا العشر فيها مجمل كل ايه؟ ها؟ ازاي الواحد يبعد عن الخطايا. فالاخ قال لهم ايه، من منكم بلا خطيه فليرجمها اول بحجر. السيد المسيح له المجد كان عنده طولة البال، ومعلمنا موسى النبي كان عنده طولة بال. في حاجه تانية ما بين معلمنا موسى النبي والسيد المسيح، رغم انه كان عنده طولة بال بس كان غيور على الايمان. لما جه يطلع فوق ويكلم ربنا، بني اسرائيل مسكوا هارون وقالوا له ايه، موسى طلع مش عارفين هو ايه، عايش ولا مات، ما قعد كم يوم،
40. فقالوا له احنا ما نعرفش. طب عايزين ايه؟ عايزين نشوف الهه قدامنا. طب عايزين ايه؟ اعمل لنا عجل. قال لهم فهو خاف، هارون خاف لما عملش، وهو معروف ان هو شاطر في النحت والحاجات دي كلها، كان ممكن يهيجوا على مين؟ على هارون. فقال لهم هاتوا الذهب اللي معاكم كله. لما جابوا له الذهب راح عمل ايه؟ عمل العجل، والشعب مشي ورا العجل وعبدوه. ربنا زعل قوي وراح كلم موسى قال له انزل عشان الشعب ضل. معلمنا موسى اول ما نزل لقى الشعب فراح كسر ايه؟ لو حي الشريعه. وعمل حاجه بعدها، كسر التمثال وحرقه، وقال سأل مين اللي عمل كده؟ قالوا له هارون. هارون رغم انه كان اكبر من موسى بس كان بيخاف منه. قال له انت اللي عملت كده؟ قال له انا خدت الدهب حطيته في النار طلع عدل. يعني مش عايز يقول له ايه؟ انا اللي عملت. فراح كسر التمثال وحرقه، وراح قال للاويين اللي معايا واللي مع ربنا يجي جنبي، واللي مش معايا مش مع ربنا يجي جنب التاني. فطبعا في ناس كلهم جم مع معلمنا موسى ما عدا كم نفس. تفتكروا 3000 نفس، 3000. معلمنا موسى النبي موتهم، موت 3000 نفس. اللويين مسكوا 3000 نفس اللي رضيوا بعبادة الأصنام وماتوا كلهم في الوقت ده، لأن كان غيور على الإيمان، ولو ما عملش كده كان كل الشعب هيعمل إيه؟ هيضل ويرجع. الروح القدس لما حل على التلاميذ كم نفس ساعتها لما وعظ القديس بطرس رجعوا؟ 3000 نفس. شفتوا الفرق بين العهد القديم ها والعهد الجديد؟ بس انا هتكلم عن حتة الغيرة. طيب معلمنا موسى كان غيور، طب والمسيح له المجد؟ كان غيور برضو. بس فرق بين معلمنا موسى والسيد المسيح حاجة واحدة. معلمنا موسى النبي قال للاويين موتوا كل الايه؟ اللي بعد واللي مش عايز يتوب ومش عايز يرجع. لكن المسيح له المجد ما موتش حد، طرد الناس من الهيكل، طرد الباعة والصيارف، صح ولا لا؟ والتلاميذ تذكروا الآية اللي قالها معلمنا داود النبي، غير بيتك أكلت. لكن هل المسيح موت حد؟ لا ما موتش. المسيح له المجد مش جاي عشان يموت، لكن جاي عشان يعطي ايه؟ يعطي حياة أبدية. الفرق بين معلمنا موسى النبي والسيد المسيح في الغيرة، ان كان معلمنا موسى النبي غيور ففي الغيرة بتاعته موت، المسيح كان غيور لكن في الغيرة بتاعته ها طرد بس عشان ينقي الهيكل من التجار اللصوص والباعة، عشان يقولك بيت بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. معلمنا موسى النبي بيقول عليه ان هو كان صديق لله، صديق يعني ماشي مع ربنا، ودي حقيقة فعلا. لما جه الشعب اخطأ مع ربنا كلم معلمنا موسى النبي قال انا هارسل ليك ملاك هيمشي قدامك واحذره لان ده روحي فيه، عشان انا كل ما همشي معاك الشعب هيغلط هبقى عايز ايه؟ ابيده. فطبعا دي كانت صعبة، لكن معلمنا موسى النبي رفض، قال له ان لم يصر وجهك ايه؟ امامي، انت اللي معايا مهما يكن. فيكون زي صديق لله يتكلم معاه فمن الاذن. المسيح له المجد بقى مش صديق لله، قال كده انا في الاب ها والاب فيا، انا والاب واحد، اللي يعمله الاب يعملوا الابن،
اللي يحب الاب يحب الابن، واللي يحب الابن يحبه ايه؟ يحبه الاب. معلمنا موسى النبي صعد على الجبل، ولما نزل من على الجبل كان وشه ايه؟ منور، صح؟ الشعب قال له ايه؟ حط برقع على وشك، عشان الشعب مش قادر ينظر للنور والبهاء اللي طالع من وشك. لكن مع المسيح له المجد، لما صعد على الجبل ها اختلف عن موسى، لان معلمنا موسى النبي يقول صعد ودخل في السحاب، وبعد لما كلم ربنا بدأ نور ربنا ايه يظهر عليه. لكن مع المسيح له المجد وهو على الجبل التجلي مع التلاميذ، مع بطرس ويعقوب ويوحنا، يقول ايه؟ تغيرت هيئته في لحظة كده، ويقول صار وجهه يلمع كالشمس في لمعانها. كان الوقت ده كان الساعة كام؟ عارفين؟ وقت الساعة السادسة. يبقى الساعة كام؟ لا، الساعة 12، 12 الظهر، 12 الظهر، يعني في عز ايه؟ حرارة الشمس ونور الشمس. مسيح سطع بنوره ووجهه، سطع بنور غطى ها نور الشمس. مش بس كده، لا، ويقول ايه؟ وثيابه صارت بيضاء كالثلج، لا يستطيع قصار ان يبيض مثل ذلك، او صباغ اللي هو الراجل اللي بيصبغ الهدوم. يعني لو عايز يصبغ الهدوم ويخليها لون ابيض مش هيقدر يوصل للبياض ده. بالمناسبة افتكرت الحتة ديت وقال لكم قصة على طماف ايريني، بيقولوا كده في الكتب في السيرة بتاعتها انها كانت بتحب يعني امنيات قلبها انها تشوف السماء، فجت في مرة ايه ربنا كشف لها السماء، وكان في ام راهبة اتنيحت وكانت بتصلي من اجلها، فهي ظهرت لها الام الراهبة دي القديسة وقعدت تكلمها عن السماء، قامت واخداها فوق في السماء. فبيقولوا ان طماف ايريني يعني لما جت قعدت داخله ايه المكان من ورا كده وهي طالعه ايه قدام شويه شويه، والمسيح له المجد جالس على ايه؟ على العرش. فضلت تقرب تقرب لغايه مسافه من ايه؟ مسافه معينه، وبعد كده عايزه تقرب تاني ما قدرتش، فقالت لهم طب انا مشيت ده كله لغايه دلوقتي وما قدرتش قادره اكمل تاني. قالوا لها عشان انت لسه في الجسد، لما تخلعي الجسد تقدري ايه؟ تقدري تقربي. بيقول قعدت شهرين، شهرين وشها منور. طبعا هي الامهات قعدوا يسالوها، هي عملت ايه؟ سكتت. لكن بعد كده قالت للراهبات اللي معاها انهم يكتبوا القصه دي بعد ايه؟ بعد نياحتها. وده يطبق الكلام المسيح له المجد لما يقول ايه؟ انا هو نور العالم وانتم نور العالم. بس في فرق بين الاثنين، المسيح له المجد هو النور وهو مصدر ايه؟ هو مصدر النور، واحنا ها بنكتسب منه هذا النور. وبرضو كان ابونا فلتاوس حصل معاه الموضوع دوت، حد في مره حب يصوره وجاب الصوره ديت، ساعتها كنت انا كاهن لسه مرسوم جديد وما خدتش بالي، واحد من الشمامسة عمال يكلمني ويقول لي ابونا فلتاوس ابونا فلتاوس ابونا فلتاوس، ده راجل بركه وقديس ومن السواح. وبعدين في الاخر طب اسمع واسكت مش عارف ايه السبب، وقال لي طب خد شويه الصور دول بتوعه، ده حد جه يصوره وشه كله طلع ايه؟ منور. فافتكرتها الحته ديت لما نتكلم عن المسيح وعن معلمنا موسى النبي. معلمنا موسى لما طلع على الجبل وشه اكتسب ايه؟ اكتسب نور من المسيح له المجد، واحنا بنكتسب نور من المسيح
له المجد لما الواحد يعيش مع ربنا. معلمنا موسى النبي عمل خيمة الاجتماع وكان يخدم خيمة الاجتماع مع هارون الكاهن رئيس الكهنة. فيعتبر معلمنا موسى ايه؟ خادم لرب ايه؟ رب البيت. خادم في خيمة الاجتماع. لكن المسيح له المجد، ها هو ها رب البيت نفسه، هو صاحب البيت نفسه. معلمنا موسى النبي استلم الوصايا عشان يعلمنا ويعلم الشعب. مسيح له المجد عمل ايه؟ ها ادانا وصايا برضو، اللي هي الموعظة على الجبل. ادانا الموعظة على الجبل. معلمنا موسى النبي جاب الوصايا وهو من على الجبل، لما ربنا كلمه المسيح له المجد طلع على الجبل، ها وقال الوصايا. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون، طوبى لصانع السلام، طوبى للمطرودين من أجل إيه؟ البر، لأن لهم ملكوت السماوات. معلمنا موسى النبي عمل خروف الفصح، أول واحد يتكلم عن خروف إيه؟ عن خروف الفصح. خروف الفصح ده كان رمز لمين؟ للمسيح. واخر حاجه عملها المسيح في موضوع الذبائح كان خروف ايه؟ كان خروف الفصح. يعني اللي بدا في خروج بني اسرائيل من ارض مصر كان عن طريق خروف ايه؟ عن طريق خروف الفصح، مش كده برضو؟ هم خروف الفصح عملوا فين؟ في البريه ولا في مصر؟ لخبطتكم مش كده؟ عملوه في مصر. ايوه اتعمل في مصر. مش هو ربنا قال له ايه؟ قال له هات خروف عمره سنه ويتذبحوا، وكل اسره مش قادره هتاكل الخروف يجيبوا اسرتين مع بعض ويذبحوا الاول، يحط الدم على القائمتين والعتبه العليا، وياخد وكل ده الدم وياخده جوه ياكلوه مشوي بالنار. الملاك ايه؟ يعبر. اللي يرى الدم على الباب ما يدخلش الملاك ويموت البكر. طب واللي ما يلاقيش الدم؟ ها هسألكوا سؤال تاني، طب لو كانوا ذبحوا خروف الفصح وما كلوش لكن حط الدم ينفع؟ ينفع؟ طيب لو يعني لازم طيب كلوا هم انكلوا، احنا بنقول حطوا الدم وما كلوش، طب لو كلوا ما حطوش الدم الملاك يعمل ايه؟ هيموت صح ولا لا؟ لازم يعمل ايه؟ يبقى في دم وفي ايه؟ وفي جسد. طب وده احنا بنمارس الحته دي؟ بنمارسها ازاي؟ لا مش في الافخارستية بس. فكروا انا النهارده مش جاي اوعظ، انا النهارده جاي كده ايه افكركم بالحاجات الحلوه في كنيستنا. ها احنا لما بنتعمد بنموت ها ونقوم. طب ايه هو العتبه العليا والقائمتين؟ الجسد بتاعنا. الجسد بتاعنا بيتعمد بالميرون في قلب الميه خلاص، وبعد كده بيعمل ايه؟ بيقوم ويدهن بالميرون ها 36 رشمه. بيتقدس الاول بايه؟ بالميرون، وبعد كده يعمل ايه؟ يتناول. طب ينفع يتناول من غير ما يتعمد؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. هقول لكم قصة بتورينا بركة المعمودية والميرون. بس طبعا الناس عملوها بجهل. كان ايام البابا كيرلس السادس كان بيصلي قداس تقريبا في اسكندرية،
وطبعا هو بيناول وبيدي جزء من الجسد للاباء اللي معاه بيناولوا معاه. فابونا بيناول واحده خادمه، دي تسمعوها في صدق ولا بد ان تصدق مع ابونا يؤنس كمان لما بيتكلم عن معجزات البابا كروز. فابو سيدنا البابا قال لابونا: يا ابونا ما تناولهاش، ما تناولهاش يا ابونا. فابونا استغرب ام ركنها، وبعد ما خلص المناوله خالص قال له: دي مش متعمده يا ابونا، مش متعمده، تعال يا بنتي. فراح ابونا نده البنت ونده امها، قال لها: البنت دي متعمده؟ قالت له: ليه يا ابونا، هتقلب علينا المواجع ومش المواجع. لا خير. قالت له: لا مش متعمده، احنا من اسيوط وكنا حصلت بين تقريبا حاله وفاه، المهم ايه اجلت المعموديه. فضلت تاجل 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 لغايه لما البنت ايه كبرت. فالام خدت ببساطه ان ايه خلاص هي كبرت واحنا مسيحيين، تروح ايه تتناول. طبعا دي حته صعبه يعني، ربنا من محبته ما اذاش البنت عشان الام عملت بايه بجهل. فراح ساله بيقول: يا سيدنا انت عرفت منين؟ اول حاجه البابا كروس كان معروف بايه؟ بالشفافيه بتاعته. قال له: وشها مش منور يا ابونا، وشها مش منور. يعني اذا في حاجه بتخلينا ننور بس احنا ما بناخدش بالنا، اللي هو ايه؟ الميرون، سر الاستناره، سر الفرح، سر البهجه اللي الكنيسه بتديهولنا واحنا ما بناخدش ايه؟ ما بناخدش بالنا. عشان كده محدش يتناول الا لما يتعمد ويدهن 36 رشمه، وبعد كده يتناول يمارس كل الاسرار. اول سر ياخده المعموديه والميرون، وبعد كده ايه يتناول. عشان كده معلمنا موسى النبي قال لهم ايه؟ لما تذبحوا خروف الفصح تحطوا الدم الاول وتخشوا جوه تاكلوا، يبقى لازم نرش الدم الاول وبعد كده ايه بعد كده ناكل. طبعا الملاك عبر على كل رش الدم ما دخلش، وعبر على المصريين، فكان في صراخ في كل شعب المصريين عشان ما فيش دم عندهم، وما حطوش الدم على القائمتين وما كلوش وما سمعوش الكلام، وبالتالي كان في صراخ في كل ارض ايه ارض مصر. لكن كان في فرح مع بني اسرائيل ومعلمنا موسى النبي. معلمنا موسى النبي خد بني اسرائيل وعبر بهم البحر الاحمر، وبعد كده مشيهم بالبريه لغايه لما قرب ارض المعاد. السيد المسيح له المجد في بدايه حياتنا بياخدنا من العالم عن طريق المعموديه، ويفضل ماشي معانا لغايه لما بقى مش يوصلنا عند حدود ارض المعاد، لا لغايه لما ها يدخلنا السماء في الفردوس رقم 1. ولما يجي على اصحاب السماء يقول ايه؟ تعالوا الي يا مباركي ابي رسل الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم. فالمسيح له المجد هو اللي وصلنا لملكوت السماوات. حاجه تانية بس عشان ما اطولش عليكم كده كويس، ان معلمنا موسى النبي طلب من ربنا اكل، فنزل لهم ايه؟ المن. المن فضلوا ياكلوا فيه لغايه امتى؟ حد يعرف؟ كم سنه؟ 40 سنه مش كده؟ 40 سنه. طب لغايه امتى؟ لغايه 40 سنه دي لغايه ايه فين بالظبط؟ يعني قبل ما يدخلوا ارض المعاد ولا بعد ما دخلوا ارض المعاد؟ ها؟ يعني وصلوا عند ارض المعاد والمن اتوقف؟ لا، المن فضل ياكلوا منه لغايه لما دخلوا ارض المعاد وزرعوا الارض حصدوها عشان ياكلوا، بعد كده اتمنع المن. يعني معنى كده ايه؟ المن فضل معاهم
من اول ما خرجوا من ارض مصر بعد العبور لغاية لما وصلوا لارض المعاد عن طريق المن. واحنا من اول ما بنتعمد بنفضل نتناول من جسد المسيح ودمه لغاية لغاية لما نوصل للسماء نفضل ناكل منه. كان في حد بيقول فكر بس مش حلو، يقول لك الواحد يتناول مرة واحدة كفاية عليه. يقول له لا ما ينفعش، المسيح له المجد قال لنا ايه لازم ناكل منه ايه باستمرار، كل مرة تأكلون من هذا الخبز. يعني ما قالش ايه ما قالش مرة واحدة، تأكلون من هذا الخبز تشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي وتذكروني الى ان اجي. لالهنا كل مجد وكرم من الان والى الابد امين. كل سنه وانتم طيبين. متشكر لقدس ابونا كتير جدا. نشكر قدس ابونا متاوس، ربنا يديم كهنوته ونكون كلنا بقى شبه السيد المسيح كده زي موسى. معلش افكركم تاني الرحله يوم الاربعاء الجاي هنتحرك 7:15